واكيد مكفايين بباقي فقرات صباحنا غير، ووصلنا لفقره كثير مهمه. اكيد نرمي، كنا عم نحكي تحت الهواء عن العطر. عطر وكيف نختاره. اكيد يعني بالعموم العطور هي رفيق يومي لكثير من الاشخاص مننا، او لاغلب الناس مننا، وخصوصا هلا مع بدايه فصل الصيف كل الناس بتصير بتحط هذا الرفيق اليومي، يمكن بالجزدان بتحطه بشكل يومي. العطر هو مو بس بيعطي ريحه حلوه مميزه وبتعطينا شعور بالانتعاش، هو كمان بيميز الاشخاص. في كتير مواصفات لاختيار العطور، ولكن على الجانب الآخر خلينا نقول هيك الجانب العلمي شوي أو الكيميائي اللي بيدخل بتركيب هذا العطور، البعض بيقول إنه العطور ممكن يكون له مساوئ. شو صحة هاي المعلومة؟ رح نتعرف أكثر على خطورة العطور أو مساوئها وتفاصيل عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الموجودة بالاستوديو الأستاذة براءة حداد، وهي كيميائية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح النور يا هلا. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يعني لما نحكي عن موضوع العطر كثير بنسمع اشخاص بيقولوا حبيته من ريحه عطره، ريحه عطره ما انا حلوه او ما انا ظريفه. خلينا نحكي اليوم قديش عن جد العطر بياثر بادمغتنا وباجسادنا وبياثر على مزاجنا بالتالي. تماما. اليوم اذا بدي احكي كبدايه عن موضوع العطور، يمكن نعتبره احد مقومات الجمال صار بالنسبه لعالم الانثى وعالم الرجال. العطر هو احد مقتنيات المراه بجزدانها او بمملكتها يلي هي مكياجها واشياء الشخصيه. ليش بتعتبره المراه؟ من باب الثقه بالنفس، تعزيز للانوثه والجمال والتميز والاناقه. لذلك اليوم صارت الشركات العالميه للعطور تتسابق بنوع العطر ولونه وشكله وديمومه الريحه اللي بنحطها وبتداوم. النقطه الثانيه خليني احكي على الديزاين، بالإضافة لثباتية العطر ومدى الجودة تبعه، إنه هو من وين مستحضر؟ من نباتات، من مصدر حيواني أم من مصدر صناعي، ولا هو من خليط؟ تماماً. المزاج، خليني أحكي إنه ما في عطر بالدنيا ما بيأثر على مزاجنا. ما في الدليل إنه أنت إذا بتعدي قدام وردة وبتشمي ريحتها بتعدل كل مزاجك وبتحسي حالك إنه إذا روقتي ولا لا. النقطة الثانية، معظم العطور أول ما منبخ نحنا بتصير تعمل إثارة لشيء عنا بالدماغ، فبتحسي حالك إما أدمنتي عليه أو رفضتي. نعم. صحيح. طيب يعني قلنا بالمقدمة إنه ممكن يكون العطور له آثار سلبية، شو مدى هي المعلومة؟ هو هذا الشيء صعب كثير الناس هيك تستوعبه للوهلة الأولى، إنه معقول العطر اللي هو بيعطي ريحة حلوة بيغير المزاج ممكن يكون له شيء سلبي؟ شو السلبي؟ صحيح. بدي احكي على موضوع يمكن ما كثير الناس بتعرفه، او خليني اقول فئه قليله كثير. اليوم في كثير من الناس بتركض انه لا، انا اذا مو عطر من ماركه كثير معروفه وجاييني مغلف ومثل ما بنقول نحن باعلى مستويات الجوده، في ناس ما بتشتري. طبعا هذا الصح وما منلوم هدول الناس. اول شيء عوامل الغش كثير كثرت بالعطور لدرجه انه ممكن يكون عطر جدا صناعي ما فيه اي نوع من انواع العطور الطبيعيه، لذلك ممكن يعمل لهم تاثير سام. نعم. هلا كيف بيعمل التأثير السام؟ أول شيء العطور نحن بنجيب الزيوت العطرية للعطور اللي هي أخذينها من النباتات عن طريق التقطير، منضيف لها نحن الكحول الإيتيلي. عامل الغش الأول يلي بيصير بعالم الصناعة، المصنع لما ما بده غش ما بيحط كحول إيتيلي، بيحط مادة اسمها الميتانول أو الغول الميتيلي. طيب نقدر نكشفها؟ لا، كتير صعب إنه نحن نكشفها، بس في إلى تأثيرات من هون انا بقدر اكشف. هذا احد عوامل الغش. شو تاثيره؟ تمام. هلا الكحول الايتيلي هو اللي لازم يتواجد بتركيز بين 65 ل 70%، عدا عن انه بمدد الزيوت العطريه وبيعطيها هي الثباتيه، هو كمان بيقضي على الميكروبات اللي ممكن تتواجد على الجسم. لكن الغول الميتيلي بدي احكي على اول شغله، اول شيء ريحته ابدا، يعني اذا انا بجيب عطرين واحد مغشوش وواحد نظامي ما بيشبهوا بعض بالريحه. ثاني نقطه، نحن وقت
بنشتغل بنبخ عطر مغشوش، اذا بنحس بس على رؤوس الاصابع بنحس بعد نص ساعه بحاله تنميل على رؤوس الاصابع. ليه؟ لانه هو بغبه الجسم، نحن بنسميها ليه، لانه بنيه الجسم مساميه، فهي المسامات ممكن يدخل منها اي ماده كيميائيه، خاصه هي المواد اللي نحن بنسميها صغيره الحجم، فبتدخل داخل الجسم. داخل الجسم بيصير في عندي عمليات أكسدة، لأنه الجسم جوات جسمنا في كتير من التفاعلات الكيميائية. أحد التفاعلات الكيميائية اللي بتصير أكسدة هاي الميتانول، بيعطيني الفورم الدهيد، طبعا نحن عم نحكي مصطلحات علمية لكن هي هي الحقيقة، بعدين بيعطيني حمض النمل. هاي الحموض لما تتراكم أنا عندي بالجسم بتسبب تأثير بالكبد، ممكن على المدى الطويل يعمل لي تلف بالكبد، عدا عن المزاج السيء اللي بيتشكل، حتى بنحس في غيبوبة، عصبية، طبعا هذا الاستعمال على المدى الطويل. نعم، إذا بنحكي عن أنواع العطور، نسمع عن عطور خشبية، شرقية، حمضية وزهرية، خلينا نحكي عن هاي الأنواع، شو الفرق بينها، ويا ترى في نوع مثلا بيفضل استخدامه بساعات النهار أو بالصيف أو بالشتي أو بساعات الليل؟ خلينا بس نعطي نصائح بهذا الموضوع أكثر. صحيح، هلأ معظم العطور هي مأخوذة من النباتات والأزهار، طبعا هي معروفة من يمكن من فجر التاريخ، لأنه عند المصريين القدماء، عند اليونانيين كانوا يتغنوا بشيء اسمه البخور، ورق الغار، النعنع. يعني رح أقول لك مثال، مثلا ورق الليمون أو زهرة الليمون كانوا يستخدموه لحتى تطرد البعوض، النعنع بيعطيني المزاج الرايق الهادي، مثلا خلينا نحكي على ورق الغار اللي بيهدي الأعصاب، كلها تعتبر عطور. طيب شو معنات العطر الثقيل أو بيسموه العطور الشتوية؟ نحن في عندي لما نركب العطر في عندي أسس ومبادئ، ما في عطر فيه مادة واحدة، كل العطور هي عبارة عن مزائج. لكن مثلا عطر بيدخل فيه مسك أو عنبر، طب هون مصدر حيواني، المسك مصدره من ذكر الغزال، العنبر هو أصوله من الحيتان، هي أصولة حيوانية. دهن العود مثلا نباتي، طيب هون تراكيزه كتير عالية وريحته كتير تقيلة، يعني مجرد ما نحن نبخ بخة صغيرة منها مو بس بتعبي البيت، كمان ممكن تدوم أكتر من يوم، فهذا بيسموه العطر الثقيل او الشتوي. بينما الصيفيه لا، بتلاقيها رايحه اكثر على تماما، بتحسيها اكثر على الفواكه، يعني مثلا بتلاقي عطور بالاناناس، بالفريز، تماما 100%. فلذلك ما بتعطيك ضيق النفس هذا اللي بتحسي فيه. جو الشتويه بيتناسب معه بسبب درجات الحراره المنخفضه، البرد، طبيعه الثياب اللي بنكون لابسينها. بينما بالصيف لا، الالوان اللي بنلبسها بنتعمد اللون الفاتح، فبنا بالنسبة روايح كتير هادية ورايقة اللي هي الفواكه الاستوائية أكثر. طبعا دايما بنتعمد على مصدر العطور تكون من مكان جيد السمعة، مرخص، معروف شو هو المواد اللي عم بيحطها. في ناس لحد الآن بتقلك لا أنا ما بشتري إلا عطر توصاية، بتحب إنه السلوفان الخارجية هي اللي تفكها تشوف طبعة الماركة، يعني من هاي القصص، أو أحيانا في منه بيكون جاي معه ورق، فهون بيقلك لا أنا هيك ضمنت حالي عطر جيد منه سيء، بيرافقني لمدى كتير طويل، عدا عن السباتية اللي بتداوم معنا. أكيد. طيب قبل ما نختم حديثنا سريعا أستاذة براءة، خلينا نحكي عن كمان الإكثار من بخ العطر، قد ايه ممكن يأثر على جسم الإنسان؟ تماما. هلا أول شيء نحن كنصائح نعطيها مشان العطور، أولا ممنوع نحط أي علبة عطر مثلا بسيارة، مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن بتفجر لأن فيها كحول. ثانيا لما الموجودة أنا عندي علبة العطر بالبيت، ما بيصير بخ منها وخلي العلبة مفتوحة، لازم بعدها عن أي مصدر حراري، يعني مو معقول حط علبة عطر مثلا بمطبخ قريبة من غاز أو شيء، ما حطها بمكان بالبيت فيه تعرض لأشعة الشمس، أول شيء بيتلف لأنه هو عبارة عن مادة طبيعية، مادة عضوية، فممكن مع تعرض لأشعة الشمس تتلف، يعني بتفقد الريحة. اثنين، بنكون نحن حريصين على الأماكن اللي بدي حط فيها العطر، إذا كان عطر من مصدر جيد وأنا متأكدة إنه منه مغشوش، نحن ممكن نحط العطر، في ناس بتحب تحطه على شعره كتير
كثير بنشوفها بالبرامج التلفزيونيه او المسلسلات، بيمسكوا البخاخ من فوق لتحت، من فوق لتحت ما في اي مشكله، بس نحن بنكون حريصين على نقطه. اذا العطر، نحن احد مكونات العطور كشركه تجاريه بيحبوا يضيفوا الالوان، يعني مثلا بتلاقي عطر مايل على اللون الاحمر، مايل على اللون الاصفر، عدا انه ماخوذ من مصدر طبيعي اكيد هو منضف له هذا اللون الطبيعي. قد يكون مثلا الاصفر مثلا من الكركم، تمام؟ فإذا أنا حطيته بشكل مباشر على التياف فبيعطيني بقع زيتية من صعب أنا أقيمها، يعني حتى ممكن مساحيق الغسيل أو درجة الحرارة العالية ما بقى بتقيمها. لما بدي أحطه أنا على أجزاء من الجسم منفضل ما نحطه تحت القبط، لأنه تحت القبط هو أكثر منطقة يلي بصير فيها تعرق. إذا صار عندي شوية تعرق مع شوية عطور نحن حاطينه فبيصير عندي هذا المزج، بتصير الروائح كريهة جدا. لذلك منقول اللي بده يحط عطر بهدف التخلص من روائح التعرق هذا منفي وخاطئ، لأنه الشيء اللي بيزيل العروق التعرق عفوا المادة اللي بتزيل التعرق أو بتصبت من حركة التعرق هي خاصة، هي مادة نوعا ما بتكون طبية أكثر منها تجميلية. تمام. هلأ وين ممكن لسه أنا أحط العطر؟ كثير من النساء 100% وراء الأدنين للسيدات بحبوها لأنه بيعطوهم نوع من الأنوثة، نوع من الأناقة. الرسغين هون لحتى بنعطيهم معلومة، إذا بدك تثبت العطر لأطول فترة ممكنة نقدر نحط نحن شوية فازلين، لأنه ساعتها هيك العطر بيعلق بوسط زيتي أو دهني. تمام. فمنحط هون ممكن الكوعين، إذا أنا بدي أحطه على الجسم بتعمد إنه نحنا نبخبخ بعدين ندخل بأسار الرزاز، بيكون أفضل لنا مشان ما يعمل لنا هذا التحسس والتهيج. أكيد. النقطة الثانية بس آخر كلمة بدي أحكيها، في صبايا كتير بيحبوا إنه بيصير عندهم تعرق برجلهم بيحطوها بخلف الركبة بالمنطقة الداخلية، فهيك منكون أمننا إنه حطينا العطر بالأماكن اللي لازم أنا نحطها وما بالغنا فيه. أكيد. يعني بهي النصائح نختم فقرتنا معك الكيميائية براءة حداد، حكينا عن العطر واستخداماته وبين كيف نميز العطر الأصلي عن العطر المغشوش. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لاستضافتكم. شكرا.